بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة الثالثة من مجالس ترجمة الإمام العلم الحجة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. تكلمنا قبل ذلك عن نبذة مختصرة عن سيرته حتى نعرف جميعا عن من نتكلم. وقفنا بالحديث عند شيء من زهده وشمائله، إذ أن دين الله سبحانه وتعالى كان متمثلا فيه، لم يكن حافظا وفقط، بل كان عاملا، عابدا، زاهدا، متقربا إلى ربه سبحانه وتعالى بكل الوسائل التي توصله إلى الله. مما قال هو عن نفسه، قال: ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة أو الغيبة، الاثنين صح، تتنطق الغيبة أو الغيبة، حرام، وهي بالفتح والكسر، الغيبة أو الغيبة. ما اغتبت أحدا قط أبدا، عمري ما اغتبت إنسان على ظهر الأرض. طب إزاي؟ يقول الحافظ ابن حجر: وللبخاري في الحكم على الرجال توقن زائد، يعني عنده ايه، حدود كثيرة جدا بليغ. يظهر ذلك لمن تأمل كلامه في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل بيتكلم على مين؟ على الرجال، على الرجال. الرجال هؤلاء منهم الحافظ، ومنهم المخلط، ومنهم الضعيف، ومنهم الكذاب، مظبوطة ليه؟ البخاري رحمه الله يقول عنه ابن حجر: فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، أكثر ما يقول. إذا لقى واحد مش مضبوط يقول سكت، أو فيه نظر، أو تركوه ونحو ذلك، ما يقول عنه كذاب، ما يقول عنه يقول إيه سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، وقليل جدا 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 يقول كذاب أو وضاع. يعني إذا استدعى الأمر بقى، إنما دائما يقول إيه، ما يقولش كذاب أو وضاع، لا يقول إيه، يقول إنما كذبه فلان، أو رماه فلان بالكذب، أو رماه فلان بالكذب. البخاري رحمه الله قلنا قبلا إنه أول من صنف في تاريخ الرواة، عمل 12 مجلد في تاريخ الرواة، وتاريخ الرواة بيستدعي ذكر أحوالهم، كيف ديانتهم، كيف صدقهم، كيف معاملتهم، مظبوط ولا مش مظبوط، مستدعي هذا. ومعلوم ان الرواه فيهم الصحيح والضعيف والوسط والكذاب والسقط، ومع ذلك رحمه الله كان له توق زائد عجيب جدا في الحكم على الرجال، في الحكم على هؤلاء الرواه. وما اثر عنه ابدا انه اغتاب احد قط بشر طوال حياته، من يوم ان علم ان الغيبه حرام لم يذكر احدا بسوء، مع انه عنده باب، عنده باب، يعني يستطيع ان يتكلم فيه كما يريد، باب العلم، علم الجرح والتعديل. العجيب ان الناس الان بعكس ما كان يفعل البخاري، او عكس ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيستبيحوا اعراض بعض بلا داع اصلا، وبما لا ينبغي الكلام فيه. وعشان كده العلم قل عند الناس، انما لو اللي بنتعلمه بنعمل بيه كان زمان حصل لنا الارتقاء، لأن بوابة العلم ربنا قال عليه: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إمام الجرح والتعديل يقول: ما اغتبت أحدا منذ أن عرفت أن الغيبة حرام. من يوم ما ربنا قال إن الغيبة حرام انتهيت. ولما كان يضطر أن يتكلم على حد من هؤلاء الرواة يريد أن يجرحهم، يعني خلاص انتهى الأمر، يقول حاجة من الاثنين، يقول راوي، إذا كان راوي ثقة يقول إيه هذا ثقة، أو يثني عليه فلان بأنه ثقة. أما إذا كان ضعيف، إذا كان ضعيف ينقل عن غيره، يقول قال عنه فلان شيخه إنه ضعيف، إنه كذاب. وإذا وصل الأمر لاتهامه بالكذب أو ما شابه، من النادر تجد إن البخاري يقول عن واحد كذاب أو وضاع، من النادر. إنما ينتقل لمين؟ لشيوخه، يقول قال عنه فلان ابن المديني فلان كذاب، قال أحمد فلان وضاع، وينقل ما يريد.
ينقل عنهم. وسكتوا عنه عند البخاري ديت مش حاجة بسيطة، إذا قالها أي واحد من الناس يبقى فيها نظر، لازم نقعد نبحث يعني إيه سكتوا عنه دي. إنما عند البخاري يقول سكتوا عنه يبقى الراوي خلاص الله يرحمه ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا. هكذا البخاري عمل لنفسه طريق يوصله لربنا سبحانه وتعالى ويعلم الناس كيف يتعاملوا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش كتب بس، لا، ده كان في نفسه، في نفسه كذلك يطبق هذا الأمر. فإذا قال كل العلماء عن واحد سكتوا عنه نرجع لهم، يعني إيه سكت عنه؟ إيه سكت عنه أو فيه نظر يعني إيه؟ لازم نرجع له. إلا البخاري إذا قال سكتوا عنه نعرف إن الراوي إيه؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. ولما يقول فيه نظر البخاري يبقى هذا الراوي ساقط، يعني أضعف من الضعيف، أضعف من الضعيف. عند العلماء لا، لابد أن نرجع له فيه. ليه؟ لأن البخاري كان بيكسو ألفاظ، بيكسو ألفاظ اللي احنا بنقول عليها الدبلوماسية، مش كده؟ يكسو ألفاظ، يتورع في العبارات، يتورع في العبارات. ما فيش مقارنة طبعا بين حال الناس وحاله. الناس بتتكلم بلا خطام، ولو رأى من أخيه شيء من سوء الفعال بيتهم نيته. في ناس بتحكم الناس بنيته من غير ما يتكلموا، أو يرميه بالكفر والفسوق والعمالة والدجل، ما شاء الله يعني، وبدون ورع. والكلام ده حتى بيحصل بين يعني في وسط المهتمين بالعمل الإسلامي، للأسف الشديد القائمين على العمل الإسلامي هذا كلام يحدث بينهم، وهذه مصائب كبيرة جدا. في خلل في التربية، وفي خلل في العلم، وفي خلل في الفهم. لو ان في ناس تتربى على سيرة رجل مثل هذا الرجل وسيرة الصحابة الكرام والتابعين من قبلهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، كان يظهر الورع في السلوك عند العمل. سبحان الله، هو يعرف انه سيوقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن كل ما نطق به، ولذلك بيعمل لهذا الموقف حسابا عند الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن أبي حاتم بن الإمام الكبير العلم أبي حاتم الرازي ده قرين الإمام أحمد بن حنبل، قرينه يعني في نفس الطبقة بتاعته، نفس الدرجة بتاعته في العلم والشهرة. ابن عبد الرحمن كان عالما مثل أبيه، ابنه ربنا رزقه بابن، الابن ده كان عالم زي أبوه تماما مثل أبيه. هو ألف كتاب شهير جدا اسمه الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم. وكان لما يقعد مع الشباب اللي هم الطلاب بتوعه يقول لهم إيه، ويتكلم عن رأي، يقول بالعلم كده، يقول هذا صدوق وهذا كذاب، وش ما بيوريش، هذا صادق هذا كذاب، انتهى الأمر. لما يتعلق بالرواية بيتكلم هو على مين؟ على الرواية، ملوش دعوة بمين؟ بشخصه. كذاب بقى مش كذاب ماليش دعوة بيه، أنا ليه دعوة بشخصه، الكلام اللي قاله ده صدق ولا كذب؟ يقول صادق وكذاب. فمر به بعض الزهاد، واحد من الدراويش دول، فقال له يا عبد الرحمن تتكلم في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 أو 200 عام، تمالك بتكلم على مين؟ على أسيادك اللي دخلوا الجنة من قبل وانت لسه على الأرض من 100 أو 200 سنة. عبد الرحمن الكلمة كانوا في القرن 300 الهجري، القرن الثالث. عبد الرحمن الكلمة هذه يعني وجعته قوي. ليه؟ لأنه بيقول على مين صادق وكاذب؟ على تابعين وتابع التابعين، قبل القرون قرني ثم الذين يليهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون. هو في القرن الثالث هو بيتكلم عن مين؟ على القرن الثاني والقرن الثالث، لأن قرن الصحابة دول كلهم عدول بيتكلم عنهم. يقول هذا مغفل، يعني كثير الغفلة، كثير الغفلة، هذا ساقط، مقصود الرواية لا شخصه. مر بي أحد الزهاد قال له عبد الرحمن بتتكلم عن مين؟ عن الناس. أما تستحي تتكلم في أعراض قوم لعلهم حطوا رحالهم إلى الجنة منذ 100 عام أو 200 عام، تتكلم عن مين؟ عبد الرحمن أطبق الكتاب وقام يبكي، قاعد يبكي لم يتحمل، مع أنه على حق ولم يخطئ، لكن العبارة لمست قلبه، لمست قلبه. ليه؟ لأنه هؤلاء التابعين وفعلا لعلهم حطوا إلى جنات النعيم منذ أن ماتوا. وذهب إلى بعض العلماء فقال له لا تسمع لهذا المجنون، إنك تذب الكذب عن دين الله، إنك
تدفع تبعد تذب الكذبة عن دين الله. ده أمر مهم جدا جدا، لكن الورع مهم. خلينا نمشي مع مين؟ مع البخاري. في الورع مهم، ورع مهم. يعني لا أنت لا تتكلم فيهم أنهم يسرقون أو يشربون خمر أو لا لا لا، والعياذ بالله، بل تقول أنهم لا يحسنون الحفظ. هو كذاب في حفظه، مغفل في حفظه، ساقط في روايته، هذا سيء الحفظ، هذا ضعيف الحفظ، هذا لم يسمع من فلان، هذا عنده وهم، هذا يخطئ. ليست هذه غيبة بل نصيحة، بل نصيحة حتى تذب الكذب عن دين الله. شعبة إمام الدنيا في الحديث يقول لأصحابه قوموا بنا، إمام الدنيا في الحديث يقول لأصحابه إيه؟ قوموا بنا نغتاب في سبيل الله ساعة. شوف درجات الفهم عند هؤلاء العلماء. شوف موقف البخاري وموقف عبد الرحمن بن أبي حاتم وهذا موقف مين؟ شعبة. شوف ثلاث درجاتهم. قوموا بنا نغتاب في سبيل الله ساعة، حتى لو تكلمت فيهم فهذا في سبيل الله، لأن أنت بتذب الكذب عن دين الله. هي غيبة في مصلحة الشريعة، والكلام فيها ليس في الأعراض ولا في الأشخاص، لكن الكلام في الدق، في الحفظ والنقل والتثبت والرواية فقط. ولهذا أهل العلم اشترطوا على الإمام الذي يعمل في علم الجرح والتعديل ألا يتكلم إلا فيما يتعلق بالرواية فقط، بالرواية فقط، فقط ما يتكلم في شيء آخر، في الرواية فقط. يعني مثلا لو إن واحد من الرواة شرب خمرة مثلا وهو سيء الحفظ، يتكلم عن إيه؟ بس سوء الحفظ، لا علاقة له بشرب الخمر، لا علاقة له بشرب الخمر خالص، هذا شيء يخصه، سوء حفظه قادم برد حديثه، انتبهوا لكده، سوء الحفظ قادم برد حديثه لأنه سيء الحفظ، فيتكلم بما يحقق في حفظه ويدفع الإشكال ولا يتوسع، مش يجيب بقى سيرته الذاتية ليش دعوة بيها، لأن الأصل في هذا أعراض الناس، الأصل فيها الحظر، المنع، الحرمة، الأصل في أعراض الناس الحظر والمنع والحرمة. إنما أبيح الكلام هنا للمصلحة العامة، أبيح الكلام هنا للمصلحة العامة، فإذا وقعت المصلحة وتمت خلاص لا يزيد عليها ما لا ينبغي، انتهى الأمر، وقعت المصلحة خلاص يبقى ينتهي الأمر. الخطيب البغدادي روى من طريق بكر بن منير قال سمعت يعني هما كانوا